مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ طيب، بعد الحل من ابائي ومباركة ابونا داود، النهارده الليكتشر بتاعتنا هتبقى بعنوان Argument for Creation. اوكي. طيب، لغايه ما البرزنتيشن تشتغل حابب بس اديكوا فكره هنعمل ايه النهارده. يعني بحب الدنيا تبقى بسيطه، ما تبقاش كومبليكيتد. هقدم حاجه مقدمه صغيره على الكرييشن او على فكر الالحاد بيتكلم في ايه، ومنها هناخد كذا ايفيدنس على ان في بالضروره يبقى في كرييتر او يبقى في خالق. فهندي اكتر من ايفيدنس، تحديدا اربعه هنعدي عليهم سريعا، يعني مش هناخد فيهم وقت كتير. وبعدين في النهايه حابب اختم الليكتشر بفكره روحيه، فكره ان احنا يبقى ايه اللي يعنينا في وجود خالق، او ايه الفكره او ايه الحاجه اللي هتنعكس علينا، وبالذات في الايفانجيليزم على فكره ان يبقى في كرييتور. هل فكره ان يبقى في خالق للكون وللحياة أو للكائنات الحية، هل ده ليه دور أو ينعكس عليا بشكل ما روحيا وفكريا؟ ده اللي هنشوفه، ده هيبقى الكونكلوجن النهائي للليكتشر بتاعتنا. طيب، خليني أبتدي كده بكوت لواحد اسمه سيجمنت فرويد. سيجمنت فرويد هو مفروض إن هو بيتقال عليه إن هو أبو التحليل النفسي أو أبو علم النفس. سيجمنت فرويد طبعا هو ملحد، ليه كوت كده خلينا نبتدي بيه، بيقول إننا نقول لأنفسنا إنه أمر لطيف جدا لو كان هناك إله خلق العالم وأغدق علينا بالعناية والخير، ولو كان هناك نظام أخلاقي في الكون، ولو كانت هناك حياة بعد الموت. ولكن الحقيقة الصادمة إن كل هذا هو بالضبط ما نحن مضطرون أن نتمنيه. يعني هو بيقول ان احنا دي الحاجات اللي انتم معتقدين فيها او اللي انتم بتفكروا فيها، لكن عايز يقول بمعناه ان الكلام ده مش حقيقه، دي كلها نوع من انواع التخيلات. سيجمنت فرويد اعتبر ان الايمان بوجود الله وهم، وان هو نوع من التفكير الرغبوي. يعني ايه التفكير الرغبوي؟ يعني الحاجه اللي انا ببقى نفسي فيها فبتخيل انها موجوده حقيقه لان انا نفسي فيها. طبعا وده اللي احنا هيبقى دورنا في المحاضره اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، كل افكار سيجمنت فرويد تجاه وجود الله اتعرضت للنقد اللاذع بسبب الاكتشافات العلميه الحديثه اللي احنا هناخد جزء منها النهارده. لوقت طويل جدا كان مروجو الالحاد بيقولوا ان العلم بيشهد ان فكره وجود الله هي فكره يعني قضي عليها، او ان هي اصبحت يعني أمر مفرغ منه. وهنا لو جينا فكرنا لوقت ما، فكرة وجود كرييتور أو فكرة وجود خالق، يعني هتستغربوا إن الفكرة دي فكرة حديثة جدا. يعني يمكن النقطة دي تبقى بعيد عننا أو بعيد عن تفكيرنا. يعني أفاجئكم أقول لكم إن لغاية القرن، بدايات القرن العشرين كان الفكر السائد في المجتمع العلمي ان الكون ازلي، ان هو كان هكذا وما زال وسيظل هكذا، فبالتالي ما فيش اي داعي لوجود كرييتور او وجود خالق. فهنا يجي السؤال المحوري، هل الكون بقى ازلي ام انه مخلوق؟ حتى زمن اينشتاين كان الملحدين يعتقدون ان الكون ازلي ومن ثم مش محتاج مسبب او مش محتاج خالق. هل النظرة دي اتغيرت؟ فعلا النظرة دي اتغيرت. اتغيرت بداية من القرن العشرين، بداية تحديدا من 1923 او ما قبل كده بشوية بسيطة. بناء على ايه اتغيرت؟ بناء على ابتدى يبقى فيه اكتشافات حديثة. الاكتشافات الحديثة دي ابتدت تدعم بقوة فكرة ضرورة وجود مسبب للكون او خالق للكون. بسرعة كده عشان وقتنا، هبتدي أعرض لحضراتكم أربعة من أقوى الإيفيدنس
أغلبهم هيبقوا علميين مش هيبقوا فلسفيين، بحيث أن ده يبقى سهل لينا كمدخل اللي أنا أتكلم بيه مع أي حد، لأن عادة الفكر العلمي أو الداتا العلمية بتبقى يعني أكثر إقناعاً ومدخل أكتر اللي أنا أبتدي بيه أخش وأتكلم مع حد وأقنعه بضرورة وجود خالق للكون أو كرييتر للكون. أول حاجة اسمها القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. ما نتخضش من الاسم، يعني هبسط الدنيا على قد ما أقدر بحيث إن هي تبقى الدنيا بسيطة. أولاً هو إيه هي الديناميكا الحرارية؟ الديناميكا الحرارية هو العلم اللي بيدرس المادة والطاقة. طب كويس خالص. عندي القانون الأول بيقول إن إجمالي كمية الطاقة اللي في الكون ثابت، ما تقلقوش هشرح. ليه بيبص على كمية إجمالي كمية الطاقة اللي في الكون ثابت؟ لأنه بيبص على الكون كأنه نظام مغلق، مفيش حاجة هتجيني من برة، هو حاجة اسمها closed system. طيب القانون الثاني هو ده اللي يعنيني أكتر واللي يهمني أكتر. القانون الثاني بيقول العمليات التي تحدث داخل نظام مغلق اللي هو الكون بتاعنا تميل إلى الاتزان. إيه بقى الكلام المعقد ده واللي احنا أول مرة نسمع عنه أو في كتير منا ما سمعناش عنه؟ بمنتهى البساطة كلنا عارفين، مش حاجة جديدة علينا، إن الحرارة بتتنقل من الجزء الأكثر حرارة للجزء الأقل حرارة. كلنا عارفين ده ولا مش عارفين ده؟ بدليل إن أنا لما بمسك كوباية فيها حاجة نسكافيه سخن أو شاي سخن بلاقي مع الوقت الكوباية بتبرد. هي بردت ليه؟ عشان حصل انتقال من درجة الحرارة من الحرارة الأعلى لغاية الحرارة الأقل. ده هل ده في مشكلة بالنسبة لأي حد؟ أعتقد الدنيا سهلة وبسيطة. لغاية إمتى بيحصل عملية الانتقال دي تقف؟ لغاية لما إيدي والكوباية اللي أنا ماسكها الاتنين يبقوا نفس الحرارة، صح؟ يبقى أول ما إيدي والكوباية اللي أنا ماسكها تبقى بنفس درجة الحرارة، هي دي لحظة الإكوليبريم أو لحظة الاتزان اللي بيحصل فيها، إن أنا بقت إيدي قد درجة حرارتها قد درجة حرارة الكوباية اللي أنا ماسكها، فبالتالي مش هيبقى فيه انتقال للحرارة من أعلى لأوطى لأن إحنا الاتنين بقينا على نفس المستوى. إيه علاقة ده بإن أنا أشاور بقوة على إن الكون لابد يكون ليه كرييتر أو يكون ليه خالق؟ خليني كده أشرحها. هي واضحة، الحرارة بتتنقل من الجزء الأعلى للجزء الأبرد، وبعدين ده بنسميه السكند لو أوف ثيرمو داينامكس. هو ده بمنتهى البساطة لغاية لما يحصل عملية الاتزان أو الإكوليبريم. عايزين بقى نتخيل مع بعض ده عشان نفهم إيه علاقة ده بإن الكون لابد يكون ليه بداية. تخيلوا لو إحنا جايين من الأزل، مش هما بيقولوا إن الكون أزلي؟ يعني ايه ازلي؟ يعني من سنين ما لا نهائيه. السؤال هنا، هل لو السنين دي انفينيتي زي ما هنا باينه كده على الصوره او اللي هي ما لا نهايه، هل العمليه دي ينفع تبقى مستمره الى الابد؟ مستحيل تبقى مستمره للابد. ليه مستحيل تستمر للابد؟ لان لازم في لحظه هيوصل فيها للحظه الاتزان. لو عكسنا الايه للماضي هنلاقي ان مستحيل يبقى الكون ازلي، لان لو كان الكون ازلي يعني الى ما لا نهايه زي ما بيفترضوا، كان بالضروره ان احنا نوصل في اللحظه دي الى لحظه اكوليبريم او لحظه اتزان، او ما بقاش في حاجه ان الحراره تتنقل من اعلى لاوطى. مفهومه ولا صعبه؟ مفهومه؟ في حد عنده اي اسئله في الجزء ده؟ اتفضل. نعم، حلو. ده امتى؟ لو انا افترضت ان الماضي بعيد قوي، تمام، ممكن اللحظه تبقى ما جاتش، لكن هل الى ما لا نهايه؟ مستحيل الى ما لا نهايه. فكره اللي انا افترض ان الكون ازلي يعني ما لا نهايه من السنين، ده يتعارض تماما مع فكره ان لحظه الاكوليبريم ما جاتش، لان لا ما نهايه هي عكس فكره السكند. خليني اقول مثلا مثال توضيحي بيحبوا يقولوه قوي في فكره اللي هي الانتقال من الاعلى للاوطى، اللي هي نظريه الاواني المستطرقه، او ان الميه بتتنقل من الاعلى للاوطى عشان يوصلوا لنفس الدرجه. فبالتالي القانون الثاني للديناميكا الحراريه بيشير بقوه الى ضروره وجود بدايه
محددة، ما ينفعش المالة نهاية اللي بيفترضها الملحدين. هذه البداية، فبالتالي الكون لا يمكن أن يكون أزلي، وإلا كنا مع مرور الزمن اللي هو المالة نهاية وصلنا إلى نقطة الاتزان. بما أن احنا لسه ما وصلناش لنقطة الاتزان، إن ما فيش انتقال من الحرارة للأعلى والأوطى، ولسه في حرارة في الكون قادرين نستخدمها، يبقى معنى كده أن الكون ما زال يعمل ليه، عشان فيه وجود طاقة قابلة للاستخدام. فبالتالي ده يتتبع وجود بداية محددة. يبقى القانون الديناميكي الثاني للديناميكا الحرارية شاور لي بقوة على أهمية وضرورة، وإن لا مفر يبقى فيه بداية محددة للكون. طيب البداية دي بقى هتفيدنا بإيه؟ البداية دي هتتتبعها بالضرورة وجود مسبب وبادئ أو خالق. ليه؟ لأن الكون مش ممكن يكون بدأ من تلقاء نفسه، لأن ده بيتعارض مع قانون السببية اللي بيقول كل ما له بداية أي أتى للوجود لابد أن يكون مسبب. أعمل سمرايز كده في دقيقة للي أنا قلته. من خلال القانون الثاني للديناميكا الحرارية اللي بيقول لي ان الحرارة بتتنقل من الأعلى للأوطى لغاية لما أوصل لمرحلة الاتزان، ده هيشاور لي وهيؤكد لي وهيثبت لي ان لازم يبقى فيه بداية محددة للكون. بما ان فيه بداية محددة للكون، فهذه البداية تتبع بادئ، لأن ما يأتي ما يبدأ لابد أن يبدأه آخر، لأنه لا يستطيع أن يبدأ بنفسه. فبالتالي ده هيخلينا اللي أنا أوصل لحجة قوية جدا، ودي من أهم الحجج اللي بنشاور بيها أو بنستخدمها لندلل على وجود خالق للكون أو بادئ للكون أو مسبب، كلها معاني واحدة. كل ما له بداية له مسبب، دي الفرضية الأولى. الكون له بداية إذن الكون له مسبب. يبقى هنا أنا استخدمت جزء علمي وهو بداية الديناميكا الحرارية أو علم الديناميكا الحرارية، القانون الثاني للديناميكا الحرارية، عشان أشاور على ضرورة وجود بداية للكون ووجود بادئ للكون. أي أسئلة؟ حد مش فاهم حاجة؟ ما احنا لإما فاهمين كل حاجة لإما مش فاهمين أي حاجة، فيعني سهل؟ ماشية؟ فضل حقيقة. تاني مسمعتش حضرتك؟ هنا انتقال حرارة من أقصى للأقل هيشاور لي على حاجة اللي هي بداية. تمام، كويس. علاقة ده إيه؟ إن أنا بما أننا قلت إن الحرارة بتتنقل من الأعلى والأوطى، وإن العملية دي مستمرة بلا انقطاع وعملية ما بتقفش، فبالتالي لو العملية دي مستمرة ما ينفعش إن الكون يبقى أزلي. ليه ما ينفعش يكون الأزلي؟ لأن لو الكون أزلي كنت أنا وصلت لنقطة النهاية. بما أن أنا لسه ما وصلتش لنقطة النهاية، فده يشاور لي على فكرة أن أنا يبقى فيه بداية للكون. هقولها حضرتك إزاي، أو هدي مثال بسيط. لو أنا حاطط في عربيتي مثلا 10 لتر بنزين، العطر 10 لتر بنزين دولت يمشوني قد إيه؟ هنقول مثلا 100 كيلو، نفترض لو عربيتي أحسن حاجة هيبقى 100 كيلو. هل ينفع ان انا اقول لحضرتك ان انا حطيت في عربيتي 10 لتر بنزين وانا جاي من اسوان؟ حضرتك هتقولي لا، ازاي تيجي من اسوان وانت حاطط 10 لتر؟ فهي نفس الفكره. بما ان الكميه محدده وانا العمليه مستهلكه، ما ينفعش ارجع الى ما لا نهايه، لان لو رجعت الما لا نهايه يبقى مفروض اوصل لنقطه مظلمه. بما ان انا لسه ما وصلتش لنقطه مظلمه، يبقى معنى كده ان في بدايه محدده للكون. وانس ان في بدايه محدده للكون في زمن ما حتى لو بعيد جدا، ده يتطلب بالضروره وجود بادئ لهذه البدايه. اوكي، طيب خلينا بسرعه عشان وقتنا. يبقى كان البروف الاول اللي بيشاور لي على فكره وجود او على ضروره وجود خالق كانت ايه؟ هي القانون الثاني للديناميكا الحراريه. الاثبات الثاني اللي ياكد لي على وجود كرييتر هو ان حاجه اسمها الفاين تيونينج او الضبط الدقيق. القوانين الطبيعيه اللي بتحكم العالم المادي بيحكمها مجموعه من الثوابت.
الثوابت الأساسية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أرقام نفاجأ أن تبت ضبطها أو معايرتها بدقة شديدة لكي تسمح بوجود مجرات ونجوم وكواكب وكذلك حياة. وهدي أمثلة عليها حالا دلوقتي. لو حدث انحراف في أي منها اللي هي الأرقام دي يحصل إيه؟ لو بمقدار صغير يحدث كارثة من شأنها أن هي تهدد استمرار الحياة أو أن الكون حتى نفسه بالشكل اللي احنا متعارف عليه أن هو يكمل. يبقى أنا عندي مجموعة من الأرقام، الأرقام دي أو الثوابت دي نفاجأ أن هي تم ضبطها وتم معايرتها بدقة شديدة جدا. أي انحراف أو أي تغيير فيها حتى لو بنسبة ضئيلة يخلي الكون يتغير طبيعته ويحصل كارثة تهدد الحياة. طب ادينا أمثلة لده. قبل ما ندينا أمثلة أقول لكم عددهم تحديدا هم كام. هم 122 ثابت إنساني. ندي أمثلة عليهم. حاجة مثلا زي مستوى الأكسجين اللي في الجو 21%. طب لو قل كل البشر والكائنات الحية تختنق. طب لو زاد الحرائق ما تطفيش. شفافية الغلاف الجوي لو أقل أو لو أكتر، لو أقل مش هيوصلي قدر كافي من الإشعاع الشمسي، طب لو أكتر هيوصلي كمية تبقى ضارة. الجاذبية ما بين القمر والأرض، كل دي أرقام. مستوى ثاني أكسيد الكربون، دورة الأرض حوالين محورها في خلال 24 ساعة. كل الأرقام دي مظبوطة عشان تدعم فكرة وجود الحياة على الكرة الأرضية. برضو الميل المحوري للأرض، الثابت الكوني، الكوكب المشترى في موقعه، كل دي مجموعة من الثوابت مظبوطة بدقة شديدة جدا طبعا، وغيرها لأن احنا قلنا 122. أنا بس اخترت أبسطها وأكتر حاجة تبقى فاميليار لينا بحيث أن احنا نقدر نستوعبها بشكل أسهل. طيب إيه المانع أن حد يجي يقول لي طب ماشي، ما هو إيه المانع أن أنت تقول أن في 122 وال122 تم ضبطهم بدقة وتم ضبطهم ومعايرتهم بدقة، إيه المانع أن يكون ده كله حصل بالصدفة؟ مش اعتراض ممكن يتوجه ان حد يقول لي ان ده جاي بالصدفة، ايه المانع ان حد يفترض ده؟ طيب اللي الرد اللي احنا نستخدمه او الرد اللي احنا نقدر نوظفه في مكانه هو من خلال علم الاحتمالات. حد عنده فكرة علم الاحتمالات؟ طيب بسرعة كده للي ما عندوش، تخيلوا كده ان انا معايا جنيه، ايه احتمالية ان انا ارميه ينزل على الارض يبقى ملك؟ كم؟ 50%. حد عنده رأي تاني؟ هو مش صح 50%، مش صح. وما إيه الصح؟ هو 1/2، ما هم 50%. لا، بس في علم الاحتمالات خلينا نكون أدق، 1 هو الاحتمال اللي ممكن يحصل بالصدفة، 2 هو مجموع الاحتمالات. يبقى 1 هو الاحتمال اللي ممكن حدوثه بالصدفة، 2 هو مجموع الاحتمالات. طب لو أنا عندي الزهر بتاع الطاولة إيه احتمال يبقى 1؟ 1/6، 1 هو الاحتمال، 6 هو مجموع الاحتمالات. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال كده تريكي شوية، إيه احتمالية إن أنا يبقى معايا زهر وارميه أول مرة يبقى 1 وارميه تاني مرة يبقى برضو 1؟ حد يعرف؟ كم؟ 1/36. جت منين 1/36؟ زي ما قلت سابونا قال هي 1/6 × 6. في علم الاحتمالات اليقين هو 1 لأن هو 1/1، والمستحيل هو 0. فكل ما بقرب للصفر كل ما احتمالية حدوث الحدث تكاد تكون مستحيل بالصدفة. علماء علم الاحتمالات حددوا تحديدا وجود 40 صفر او 39 صفر تحديدا هو يكاد يكافئ الصفر اللي هو المستحيل الحدوث بالصدفة. احنا كنا قايلين من شوية ان احنا عندنا كم ثابت، حد فاكر؟ 122 ثابت. احتمالية حدوث ال 122 ثابت بالصدفة هو احتمال 1 من تحت 138 صفر. فبالتالي ان في حد
يجي يحاول يقنعني او يحاول يفترض ان ال122 ثابت الانساني دولت ان هم ممكن يكونوا حدوث بالصدفه بعيد عن وجود كرييتر او بعيد عن وجود اله قرر وظبط ونفذ، ده احتمال مستحيل او يعني بعيد عن انه يبقى امرا عقلاني. يبقى اتكلمنا على البروف الثاني، خليني كده اراجع بسرعه. الاول اتكلمنا على الديناميكا الحراريه اللي بتشاور لي على ضروره وجود بدايه للكون. اتكلمت بعد كده على الفاين تيونينج او الضبط الدقيق، وقلت ان انا عندي مجموعه من الثوابت تم معايرتها بدقه عددهم تقريبا 122، واحتماليه حدوثهم بالصدفه هي 1 على تحت 138 صفر، فبالتالي هم مستحيل الحدوث بالصدفه من غير كرييتور او من غير خالق. البروف الثالث الرياضيات او الماثماتكس او المعادلات. هنفاجئ ان احنا الكون بتاعنا في مجموعة من المعادلات، المعادلات دي بتوصف الكون في الهيئة اللي هو موجود فيها. بس في حاجة، إيه هي؟ إن مش من المنطقي إن المعادلات دي بالشكل اللي هي تكون موجود فيه اللي بتوصف هذا الكون إن هي تكون نتاج صدفة. خلينا نشوف مع بعض الرياضيات أو المعادلات دي بتعمل إيه. الرياضيات دي بتصف العالم المادي بشكل جيد جدا، مفيش أي سبب يخلي الرياضيات والفيزياء بتعمل بهذا التناغم. في كوت بحبه قوي هيتعرض دلوقتي بيقول ايه؟ ان الله عالم رياضيات، واحد اسمه ام ديريك ده عالم فيزياء نظريه بيقول ان الله عالم رياضيات من مرتبه عاليه جدا، وقد استخدم الرياضيات المتقدمه في بناء الكون. ألبرت أينشتاين يقول كيف يمكن أن تكون الرياضيات التي هي في النهاية، نركز في الحتة اللي جاية دي، نتاج الفكر البشري أو نتاج العقل المستقل عن خبرة مثيرة للإعجاب بهذا الشكل ومناسبة لأشياء في الواقع. كل ده بيشاور لي على فكرة أن الرياضيات أو أن المعادلات دي مستحيلة أن هي عشان توصف الكون بهذه الدقة وبهذه يعني تبقى مظبوطة بهذا الشكل، ده شيء يستبعده فكرة أن يكون في حدوث صدفة. أن قابلية تطبيق الرياضيات في الكون بشكل ملحوظ تشير إلى وجود عقل متعالي خلق الكون بمخطط محدد. يبقى البروف الثالث هو فكرة أن الرياضيات أو الماس اللي بيوصف الكون بمنتهى الدقة دي بعيد جدا على تكون أن هي خارج نطاق العقل. الرياضيات والضبط الدقيق هيخلينا نروح لحجة قوية جدا للتصميم. الحجة بتقول لكل تصميم مصمم الكون له تصميم شديد التعقيد، ده اللي شفناه من الفاين تيونينج وشفناه كمان من الرياضيات اللي بتوصفه، إذن الكون لابد أن يكون له مصمم كرييتر. سير إسحاق نيوتن يقول إن هذا النظام الأخاذ الذي يحكم الشمس والكواكب والنيازك لا يمكن أن ينبثق إلا من مشورة وسيادة كائن ذو ذكاء وقوة. البروف الرابع هو سر الحياة، وآخر واحد عشان وقتنا طبعا اللي هيدور يعني البروف على وجود كرييتور هم مش أربعة بس، هم كتير جدا، بس أنا نقيت اللي يناسب الوقت بتاعنا. أول حاجة بتشاورها لنا الحياة إن الحياة مش مجرد مواد، لأن إحنا لو خدنا كل مواد الحياة ما نقدرش نصنع كائن حي، بل بالعكس ده إحنا لو ادينا أكتر وأشطر عالم أحياء ادينا له خلية ميتة وقلنا له جرب كده تعيدها لي للحياة هو هيعجز عن ده، فبالتالي الحياة سر. الحاجة التانية اللي بتؤكد لي على ان الحياة سر وان لابد يكون هناك باعث للحياة وهناك كرييتور للحياة ان الحياة لا تنشأ الا من حياة موجودة، وده بالفعل قانون اسمه Law of Biogenesis، ان الحياة لا تتوالد تلقائيا، الحياة تنبع من كائن حي يعطي كائن حي. فهنا بيجي لي يعني دايما تساؤل، طب لأي حد بيروج للإلحاد، طب الخلية الأولى، طب الكائن الأول، إذا كانت الحياة لا تأتي من حياة، الكائن الأول سواء خلية أو أكتر جه منين؟ إذا كان Law of Biogenesis ده من أكتر القوانين في البيولوجي
اعتمادا ان الحياة لا تأتي الا من حياة. التعقيد المحدد زمان لما على زمن داروين كان بينظر للخلية كأنها كرة من الهلام. حد يعرف يعني ايه هلام؟ هلام هو الجيلي. كان في وجهة نظر داروين ان الخلية هي مجرد مجموعة او جزء من الهلام. دلوقتي ابتدينا عن طريق التطور العلمي الحديث اكتشفنا ان الخلية او الحياة تحتوي على حجم كبير جدا من الموسوعات والداتا المعقدة تعقيد شديد جدا. خلينا ندي مثال، مثلا حاجة زي الأميبا. الأميبا دي كائن أحادي الخلية، نكاد نعرف ان الأميبا بس النواة بتاعتها جواها 1000 مجموعة من الموسوعة البريطانية. الداتا دي جت منين والمعلومات دي جت منين؟ واحنا مفروض عارفين ان الداتا ما تقدرش تيجي غير من مصدر عاقل هو اللي يقدر يدي الداتا ده. لعمر الكون ولا عمر المادة هتقدر تدي داتا بهذا الشكل. الشفرة الوراثية دي ان ايه؟ تحتوي على كم رهيب من المعلومات يعني يفوق التصور. العقل البشري يعني دايما بستغرب لاي حد، اي حد بيعمل اشتغل في البروجرامينج عشان يخلي الكمبيوتر او يخلي ماشين معينه تقوم باكشن معين او تقوم ببروسيس معينه حتى لو بسيطه، هو محتاج يديله كام عدد من الاوامر، والاوامر دي بتكون مترتبه على بعضها. طب احنا العقل البشري قادر على ان هو يقوم بعدد رهيب من العمليات وفي وقت صغير. البرمجه دي حصلت تلقائيا ولا حصلت لوحدها، ولا لابد ان يكون هناك مبرمج قدر ان هو يحط يخلي العقل البشري يعني يقوم بهذه البرمجه او يقوم بهذه العمليات. العلماء يقولوا ان العقل الانسان فيه حوالي 20 مليون مجلد. عشان تستوعبوا من الداتا، عشان تستوعبوا الرقم ده، تخيلوا في ماتش بيلعب ما بين فريقين في استاد عليه يتكون من 20,000 كرسي، وحطيت بدل المتفرجين 1,000 كتاب على كل كرسي. هو ده حجم الداتا اللي موجودة في عقل الإنسان. حاجة أخيرة وهي الخلية اللي كان داروين بيشوفها كأنها مصنع من الهلام أو جزء من الهلام، هي حاليا بينظر لها على أنها مصنع متكامل في إنتاج وفي إخراج وفي قيادة وفي يعني تصدير. وكل الحاجات دي جابت الداتا بتاعتها منين؟ ويعني هل جت صدفة؟ أكيد بالطبع لا. حاجة رابعة تؤكد لي أن الحياة لابد أن هي تكون وراها كرييتور، حاجة اسمها التعقيد الغير قابل للاختزال، irreducible complexity. حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ طيب أبسط ليكم لحضراتكم حاجة. شايفين الكرسي ده؟ كرسي هو سهل صح؟ لو أنا شلت رجلي من الكرسي ده وجيت قعدت، إيه اللي هيحصل؟ هقع أكيد صح؟ ليه؟ لأن الكرسي ده عشان يقوم بوظيفته يقتضي أنه يكون عنده إيه؟ 4 أرجل. ليه؟ لأن هو ديزايند ان هو لما اجي اقعد عليه يتحمل هذا الوزن او يتحملني اللي انا اقعد عليه. فبالتالي عندي في الحياة حاجات لو انا شلت حاجة منها بسيطة الجهاز ده ينهار. طب ده هيفيدني بحاجة؟ يفيدني، لان ده يؤكد لي ان الحاجة دي بالضرورة ان هي تكون ديزايند، بالضرورة ان يكون في ديزاينر هو اللي حط الديزاين ده. ما ينفعش ان هي تكون جت نتاج للصدفة. طب ليه ما ينفعش تكون نتاج للصدفة؟ لان هي لو نتاج للصدفة وشلت حاجة منها مفروض تكمل، لكن بما ان هي ما بتكملش وما بتقومش بدورها، فبالتالي ده يؤكد على ضرورة وجود تصميم وان في حد وضع التصميم ده. العلماء بيمثلوها بالجهاز بتاع عشان يدوها حاجة بسيطة بمصيدة الفيران. مصيدة الفيران جهاز يتركب من عدة أجزاء متفاعلة متناسقة تساهم في الوظيفة الأساسية، نزع أي شيء منها يوقف عمل الجهاز، فبالتالي ده يؤكد لي أن ده لازم يكون ديزايند. عندي تغلط الدم، حاجة
في منتهى الكومبليكيشن. يعني للحد اللي درس بيولوجي يعرف ان تجلط الدم فيه 11 مركب بيتحكموا في عملية تجلط الدم، كل واحد فيهم بيأثر في التاني وبيأثر في التبعية باللي بعديه. طب قبل ما العملية دي تتطور اي كائن كان حي بيتجرح كان ايه؟ بيموت. طب والحياة استمرت ازاي؟ فبالتالي ده لازم يكون في ديزاين محطوط من البداية. تاني حاجة، حاجة اسمها صوت البكتيري، تصميم العين، كل دي حاجات لو شلت منها حاجة بسيطة تخلي الجهاز ينهار. ده يشاور لي ويؤكد لي بضرورة وبقوة على فكرة وجود ديزاينر وفي كرييتور لي. في حتة مهمة كوت داروين قاله في كتابه The Origin of Species، إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أن يكون قد تكون عن طريق تحولات عديدة ومتوالية وطفيفة سوف تنهار نظريتي انهيار تام. ده كلام داروين في كتابه طبعا قبل ما الاكتشافات الحديثة دي تتم. لأي حد بيدرس بايوكيمستري يعرف أن البايوكيمستري حاليا يعني بتهدم نظرية التطور من أولها لغاية آخرها. آخر حاجة سجل الحفريات اللي احنا اللي بيفترض ان هو بيدعم نظرية التطور ان مفيش كرييتور، سجل الحفريات عشان وقتنا لا يدعم بأي شكل من الأشكال فكرة وجود تطور للكائنات الحية. وأكبر دليل على حاجة على ده حاجة اسمها الكامبريون اكسبلوجن او الانفجار الكامبري. ايه الانفجار الكامبري؟ كامبري دي يعني منطقه، مش منطقه يعني طبقه من طبقات الارض. قبل الطبقه دي ما كانش، لما نيجي نحفر ما نلاقيش اي كائنات حيه تقريبا موجوده، مره واحده نلاقي في الطبقه دي كائنات حيه موجوده مكتمله النمو تكاد تشبه اللي حاليا اللي موجود. ده بيشاور لي وبقوه على فكرة إيه؟ أن هي دي لحظة الخلق وأن الكائنات الحية ممرتش بمراحل تطور. أنا كده خلصت الإيفيدنس بتوعي. ابتدينا الأول اتكلمنا على مقدمة بسيطة، اتكلمنا على 4 إيفيدنس، اتكلمنا على القانون الثاني للديناميكا الحرارية اللي بيشاور لي على ضرورة وجود بداية للكون محددة وإن بداية تتبعها ضرورة وجود بادئ أو مسبب، أدي واحد. اتكلمنا بعد كده على الفاين تيونينج، إن في عندي مجموعة من الأرقام محددة ومظبوطة ومعايرة بدرجة قوية جدا، وإن علم الاحتمالات يؤكد بالضرورة استحالة حدوثها بالصدفة. اتكلمت بعد كده على الرياضيات وإن قد إيه الماس أو الفيزيكس بيشاور لي بقوة على ضرورة وجود مصمم. اتكلمت بعد كده أخيرا على الحياة، إن ضروري يكون هناك ديزاينر وفي حد هو اللي عمل بروجرامينج للحياة. أنا كده خلصت تقريبا الجزء الأكاديمي من المحاضرة، وبعد كده بقى هنتكلم في شيء لطيف. قبل ما ننهي جبت 2 ملحدين والاثنين بيقولوا كوتس غريبة جدا. بيقول the remarkable fact that the Stephen Hawking the remarkable fact is that the values of this number seems to have been very finely adjusted. يعني طب ما انت نفسك كنت بتقول يا هوكينج يا ملحد ان الغريب ان دول مظبوطين بشكل، طب مين اللي ظبطهم؟ واحد تاني اسمه ريتشارد دوكنز بيقول biology is the study of complex things that appear to have been designed for a purpose. لما تيجي منك انت طب يعني designed، ادي واحد، for a purpose يعني في حد هو اللي كان ليه غرض من ده، فيعني بستغرب على الكوتس دي. طيب اي اسئله قبل ما نخش في الجزء الاخير؟ انا بالظبط فاضل لي 5 دقائق وخلص. اتفضلي. طيب ده ليه علاقة بالديتينج او ازاي اللي انا اتم مش سامعين السؤال. السؤال بيقول احنا بنتكلم على فكرة ملايين السنين وان ادم اتخلق من 5000 او من 7000 سنة ايا كان الرقم، مش ملايين السنين، فده ليه علاقة بالديتينج. خليني عشان الوقت، يعني الديتينج هيبقى ياخد وقت طويل شوي. اي حد عنده في الماتيريا اللي فاتت تحديدا اسئلة؟ طيب طبعا
لازم ابتدي الجزء زي ما قلت انا عندي جزء في المحاضره يعني ماتريالستك شويه مادي، وفي جزء هنتكلم فيه يعني نوعا ما روحي شويه يخلينا نتعامل مع فكره وجود كرييتور بشكل روحي وفكري ازاي، طبعا من خلال رومية 21، لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر. العجيب ان جميع الناس بتعترف بالفطره بضروره وجود خالق، لكن هم بيكرهوا المعرفه دي. الكتاب يقول اذ معرفه الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم. قديس اغسطينوس يقول اللهم لقد خلقتنا لذاتك ولكن لن تجد نفوسنا راحه الا اذا استراحت فيك. على الرغم من ادعاءات البعض الفكريه فان السبب الحقيقي، ودي الحاجه اللي احنا عايزين نتلمسها وعايزين نتفاعل معاها، ان المشكله في ان اي حد بيهاجم فكره وجود كرييتر او فكره وجود خالق للكون هو مش نقص الادله، لان واضح زي ما احنا شفنا في الجزء اللي فات ان الادله مش هي ابدا المشكله، بل الادله بتشاور وبتشاور بقوه على ضروره وجود خالق. لكن السبب ايه هو؟ هو عدم الرغبه في ترك الخطيه. الكتاب يقول هذه هي الدينونه، ان النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. ده بيخليني أروح للسؤال الأهم من وجهة نظري في المحاضرة. السؤال الأهم هو طب ليه ربنا خلق؟ أو ليه الكون نفسه أو ربنا قرر إن هو، أنت أثبت من الجزء الأكاديمي إن الله هو اللي خلق الكون. طب هنا السؤال الأهم، طب هو ربنا خلق ليه؟ إيماننا الأرثوذكسي المستقيم يقول إن العلاقة الأبدية اللي ما بين الثالوث آب ابن روح قدس، العلاقة المتكاملة دي بشكل مطلق تقتضي أن الله لا يعوزه شيء ولا ينقصه شيء ولا يوجد ما يحتاجه. فبالتالي ده يخليني أغوص أكتر وأقول بقوة إذن فمن الواضح أن الخلق ما كانش شيء لصالح الله أو بسبب حاجة الله محتاجها، لأن العلاقة زي ما شرحت العلاقة الأبدية التكاملية اللي ما بين الآب والابن والروح القدس تقتضي أن هي يكون في عملية من التكامل، أي أن الله لم يكن ملزما أو مضطرا أو محتاجا أن يخلق ولكنه خلق. فبالتالي conclusion لازم تكون أن ده لإيه؟ لمنفعتنا إحنا. واضح أن إحنا اللي محتاجين مش هو اللي محتاج. فده بيخليني أقول أن الله بإرادته الصالحة قرر أن يمنح مخلوقاته العاقلة نعمة الوجود وأن يمنحهم فرصة معرفة خالقهم. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. برضو في الليتورجية بنقول خلقتني إنسانا كمحب البشر، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك، من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت لي السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر. كل ده يخليني أقول في النهاية ليه ربنا خلق. ربنا خلق من 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 فرط صلاحه ومن فرط جوده ومن فرط محبته للبشرية. هذه المعرفة اللي لينا لابد تنعكس علينا وعلى الآخرين. لما أعرف إن ربنا هو اللي خلق وخلق لأجل صلاحه وأنعم لي بعطية الوجود، ده بيعطيني إن أنا يعني زي ما أقول إيه، مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا تجاه نفسي أولا وتجاه الآخرين. في رسالة يعني أتمنى أشارككم بها اسمها الرسالة إلى ديجونيتس. ديجونيتس ده واحد سأل حد من المدافعين في القرن الأول، قال له اشرح لي إيه هو الإيمان المسيحي، أنا عايز أعرف. فهو بالتالي يعني شبه الحالة بتاعتنا أو شبه الميشن بتاعتنا كإيفانجيليزم. ابتدى الكاتب، هو الكاتب غير معروف
بعض الناس تقول ان هو ابتدى كوادريتس المدافع، كذا حد ليه اراء، لكن ما يهمنيش مين اللي كاتب، يهمني اللي مكتوب في الرساله. اللي مكتوب في الرساله بتقول لقد احب الله البشر ولاجلهم خلق العالم ولسلطانهم اخضع الارض وما عليها ومنحهم العقل والادراك وسمح لهم وحدهم ان ينظروا الى السماء لانه خلقهم على صورته وارسل اليهم ابنه الوحيد ووعد من احبه بالملكوت. تصور أي فرح سيتدفق في قلبك إذا عرفت هذا معرفة حقيقية، فكم ستكون محبتك عظيمة إذ أحببت من أحبك أولا وبحبك له تتشبه بصلاحه. اللي أنا عايز أقوله أو اللي أنا عايز يعني أتمنى أن احنا نبقى انعكس علينا وجودنا، أن احنا ندرك كم المحبة اللي أجلها نحن خلقنا والكون خلق، اللي احنا ننمو في هذه المعرفة، وأن احنا نخلي المعرفة بالله تنعكس علينا أولا وتنعكس على الآخرين، وأن احنا ندعو لأجل بهذه المعرفة. يكمل يقول إذا قبلت وسمعت بكل اشتياق للحقائق سوف تعرف ما يهبه الله لمحبيه، إذ لا حياة بدون معرفة وما من معرفة حقيقية بدون حياة حقة. كل من يعتقد أنه يعرف شيئا بمعزلة عن المعرفة الحق التي تشهد لها الحياة فذاك لا يعرف شيئا والحية تغويه لأنه لم يحب الحياة. أما من كانت المعرفة عنده مرتبطة بالخشية مستمرة في طلب الحياة فذاك يغرس في الرجاء ويطلب طلوع الثمر. كل ده اللي حابب يرجع هيلاقيه في الرسالة إلى ديجينيتوس. ليكن قلبك وعاء للمعرفة فتصبح الكلمة فيك شهادة حياة. يبقى المعرفة دور اللي احنا ننعكس علينا من معرفتنا بوجود خالق، أول حاجة هو ان احنا نبادله بالحب، تاني حاجة ان احنا نعرفه. المعرفة دي هتخلينا ان احنا نقدر نجاوب على كل الأسئلة اللي بتهم العالم، اللي هو انا مين، انا جيت منين، انا مين، المعنى انا عايش ليه، اخلاقي هتبقى ايه، والمصير اللي انا هعيش عليه. هنقل معرفتي باللي اتعلمته للاخرين بحبي لربنا كرد فعل لمحبته ليا. اشكركم وسامحني ابويا على الاطاله، انا حاولت بس يعني اختصر، لكن يعني الداتا مفروض تتعرض في اكتر من وقت زي ده. اشكركم وسامحوني على الاطاله.